إذا كنت من حاملة الجوازات الأوروبية أو بعض الجوازات، يمكنك السفر داخل أوروبا بدون أن تعد نفسك لفيزا أو لأي إجراءات. إذن أنتم تعلمون أن السفر بين دول الاتحاد الأوروبي هو كسفر بين مدن دولة واحدة، لا جوازات ولا تأشيرات ولا حتى تدقيق في بعض الأحيان. مواطنو عشرات الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أيضا لا يحتاجون إلى تأشيرات أو حتى رسوم كي يدخلوا الدول الأوروبية، فقط ختم الدخول والخروج على الحدود إن كانوا سيمكثون أقل من 3 أشهر في ذلك البلد الذي سيذهبون إليه. لكن تلك التسهيلات لمواطني تلك الدول قد تنتهي قريبا، لأن الاتحاد الأوروبي يخطط لتفعيل نظام جديد للإعفاء من تأشيرة الدخول الاتحاد الأوروبي، يفرض عليهم الحصول على تصريح سفر مسبق قبل المجيء اعتبارا من العام القادم. ما الذي يعني ذلك التصريح أو الفيزا الإلكترونية إذا جاز التعبير؟ ما هي تفاصيل ذلك النظام الجديد ومواطنو أي الدول العربية سيتأثرون به؟ النظام الجديد يسمى ETIAS، ويعني نظام معلومات وتراخيص السفر الأوروبي، وهو تصريح سفر وليس تأشيرة، أي لا تقدمه عبر القنصليات أو السفارات ولا تنتظر أياما ولا أسابيع، ولا يستدعي منك تقديم البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع ولا حتى الانتظار بطوابير طويلة خارج السفارات والقنصليات. الهدف منه بحسب المسؤولين الأوروبيين هو الحد من المخاطر الأمنية والأوبئة والهجرة غير النظامية، وتسريع إجراءات السفر للمواطنين من البلدان المعفاة من التأشيرة. إذن يشمل هذا النظام ETIAS مواطني أكثر من 60 دولة هي بالفعل معفاة من التأشيرة الآن لدخول دول منطقة الشنغن في أوروبا. الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المشمولة بهذا الإعفاء، لذا سيستوجب على مواطنيها الإماراتيين أن يقوموا بتقديم طلبات أيضا قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة. 30 دولة أوروبية ستطلب تصريح السفر الجديد، وهي دول منطقة شنغن 29 بالإضافة إلى قبرص. طيب مشاهدينا، هذا التصريح الجديد كم تبلغ تكلفة ETIAS؟ سيكلف الإعفاء 7 يوروهات فقط. ستطبق الرسوم على أي شخص يتراوح عمره بين 18 إلى 70 عاما. سيكون الإعفاء مجانيا للأطفال الصغار وكذلك لكبار السن فوق سن 70. كيف يمكن الحصول على ETIAS؟ عن طريق الإنترنت طبعا، أو عبر تطبيق على الموبايل. تملأ التفاصيل المطلوبة، تتضمن التفاصيل المطلوبة لتعبئة نموذج الطلب، معلومات جواز السفر بما يحتويه من اسم، ميلاد وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أسئلة حول الخلفية الجنائية والظروف الطبية والحالة طبعا الصحية، تكون مهمة عند التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي. الأوروبي طبعا أن أكثر هناك من 95% من الطلبات سيتم الموافقة عليها تلقائيا في غضون دقائق فقط، وقد ترفض بعض الطلبات أيضا، أو قد تستغرق معالجتها ما يصل إلى 4 أسابيع في ظروف استثنائية، ولكنه قد يكون سهل وبسيط التقديم عليه. هو فقط يحتاج 7 يوروهات بالإضافة إلى المعلومات الأساسية حول الشخص المسافر مسبقا طبعا.